يا الخسيس، انت اللي سويتها؟ توني واصله الاستراحه وجايبه معي قهوة. حسبي الله عليه، شفتوا كيف يعذب الكلب؟ لا لا لا، هذا ما يسكت عنه، هذا لازم يتعاقب. والله ما توقعت يا بنات، موضوعي ضرب ترند. وعشان ما ينزل من ترند لازم تضيفين واحد جديد. بس اسمعي، فيلم يسوي دراما واكشن كذا، قاعد يصيح يسوي حركات. زين زين. دقيقة دقيقة. يلا. بس دقيقة، بعد السنابة على طول حطي كود سنابك عشان تجيك الإضافات. طبعاً بحطه. يا ناس، مو قادرة أنسى المنظر اللي شفته، مو متخيلة إنه في ناس بدون قلب وبدون رحمة. لا لا، أنا ما قدرت أنام ولا قدرت أنسى. ترى دمك غالي علينا وكلنا تأثرنا فعلاً. هذا مستحيل، مستحيل يكون بشر. هذا وحش على شكل بشر. لكن تأكدي ان راح نحيل للجهات المختصة وينال عقوبته السجن والغرامة. هلا ابو عامر. هلا، حيا الله ابو كبتة. يا اخي ايش حركات ابنك هذه؟ في كل مكان حركاته. تمسخن حركاته. خير، وشو مسوي بعد؟ ايش خير؟ ابنك فاضحكم في كل مكان، مقاطع في كل مكان، في كل السوشيال ميديا، طايح لك تعذيب في الكلاب. يا اخي شوف لك حل، شوف لك حل في ابنك، اربطوه له، شوف لك اي حل فيه. اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، ابنك ما يمشي مع ابني، بتنا البتة. اقول دخل ولك ببيتك وسك عليه. سلام. فضحنا بها. ام عامر، شوفي ولدك مو بصاحي. اوف اوف اوف، عامر شوف عامر وش مسوي. عجيب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبا شفتوا عامر شو سوى؟ شفنا. لا، وترند الأول في تويتر. هلا والله بالقطوة البطلة. وخر عن قطوتي. السلام عليكم يبا. الله لا يسلم فيكم وطبره. وش فيك تضرب السلب يا سلب؟ وش السالفة؟ السالفة انك ما انت بصاحي. شفتوا كيف يعذب الكلب؟ لا. الظاهر يبي لنا نربيك من جديد. اوف اوف اوف، هذه وش عندها؟ كبرتها صغيرة. لا والله الا انا بسب العصا، ابا اضربك لين ما تصير رجال، لين ما تكبر يا بزر. ما بول انت الحين، العالم لبست القضية وتقدر تضحك على ولد عمك. لا تحامد يا حبايب، حل الموضوع عندي، ننقل بالطاولة على مي. وشلون؟ قبل كل شيء احمد ربك انك صرت مشهور، ثاني شيء نبروح انا وياك نصوره زينا لسلب الاستراحة، وبظهر انك مظلوم وان مي تبلك. عز الله انك جبتها. الحين ننطرب؟ ننطرب احلى طرب بعد. عاد عيني. هلا انا وريتك. يا رجال، الحين استراحتنا نورت باللون العالمي الاصفر والازرق. صدق لو اصفر واسود احلى. اقوم اشيلها. لا لا لا، خله. وين الجلسه القديمه؟ رميناها يا ابويا. ياسر تبرع بالجلسه الحلوه دي، والنوم عليها قال ابوي لي. والله مريحه، الله يسلمك يا ياسر. الله لا يسلمك لا انت ولا هو. ايش فيك عصبت؟ عصبت يا طقيه عشان لون الجلسه ازرق واصفر. درج انت وياه درج، انا جاي اصور الخراب اللي سواه الكلب استراحتنا. كانت فكرتي عشان نفككم من هالمصيبه اللي هو به، بس انتم طلعتوا صوت هايم. اوبا يا عيال، نلحق عند الزباله. يلا ايه سلامات، وين مودي جلستنا؟ هذا كويس، أنا يبقى هذا عشان شغل أنا، تنعيم لياسة والتنزيل تريبة.
انا يبقى هذا. والتلبيس الحمراء وينها؟ انت قلقي زياده، انا ما احتاج، انا فدي بلديه. ابلش ما فوقين يا صديق. اسمحي لي قبل لا ابدا اني اقوم اصفق لك. تبين الصدق؟ الشيء اللي انت سويتيه هذا عمل بطولي، عمل بطولي تستحقين اكثر من التصفيق. انا مهما ذكرت ومهما قلت يعجز لساني ان يظهر ما في قلبي على هذا المعنف اللي اسمه عامر. هذا رجل شرس، واللي انت سويتيه سويتي شيء مصيبه. الناس قاعده تبحث عن هذا المعنف ان ندينه ونعاقبه. اي والله صراحه منظر الكلب وهو ينطق حزني. لا تجيبي الكلب، انا كل ما ذكرت الكلب هذا ازيد شراسه، ازيد شراسه على هذا اللي اسمه عامر، وودي استخدم معه كل الانظمه اللي ادينه عشان اسجنه. سجن وقضية ضد عامر؟ طيب شلون؟ كيف؟ تحت اي بند؟ يبدو يا استاذ انك ما تعرفين تتعاملين مع مين. انا من اهم المحامين في البلد، يعني لنا منافذنا القانونية اللي نقدر نجرم المجرم فيها. حتى لو ما كان، احنا ناخذ بالقرائن وندينا. بس تأكدي، تأكدي اني راح اخليه ورا القضبان. بس قبل لا انسى، انت كملتي نص الطريق؟ نص الطريق الباقي عندي انا. ترى المبلغ اللي عليك 20,000 تسددينه لليهينك بعد ما نسجنه. هيه؟ اقول لو سمحتي، ترى هذه قذف. وش تبيني اقول؟ 20,000 عشان كلب؟ اسمع اسمع، 60 داهية الكلب واللي طقه. يخرب بيته، وين الإنسانية والرحمة والله طلعتي على عم الكلب.